دلوني على السوق مع حسن شاهين ومعمر سلامة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي وإخواني في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج دلوني على السوق الموسم الثاني. وهذا الموسم الثاني يا إخوتي يتكلم عن الإبداع، كل الحلقات وكل اللقاءات تتكلم عن الإبداع. نحن في الحلقة رقم 15، انتصف البرنامج الآن. الحلقة رقم 15 تتكلم عن الفقرة رقم 15. أخي وحبيبي معمر سلامة، طيب. إيش الرقم 15 دي؟ طيب رقم 15 كون قوائم للأشياء وحط وقت لها. يعني إذا أنت تبي تسوي شغلات معينة يا شيخ حسن، حلو. أو حاط زي ما تقول خطة معينة، حطها، قيمها، حطها وحط أوقاتها متى حتخلصها. واحدة من النقاط يا شيخ حسن اللي بنواجهها وأنا بتكلم، يعني شفتها كذا مرة، تلاقي شخص مبدع وعنده أفكار وعنده كل شيء، بيقول لك أنا بوصل وبسوي وبعمل وبحقق ومدري إيش. هذا اللحظة تقول له أكتبها، تلاقي كده أول شيء أخذ خطوة ورا. طيب عبال ما يكتبها بياخذ وقت، هذا واحد. ولما بيكتبها ما بيحط لها أهداف، فتلاقي تاخذ وقت عبال ما تتحقق أو تصير. كون انك انت بتحط القوائم وبتحط النقاط اللي انت تبي تحققها وانت ناوي تبي تسويها، هذه نقطة إيجابية. بس اهم شيء تحط وقت، خطوة للأمام، خطوة للأمام. انك شخص، هذا الشخص بيبدع، لا، في عنده خرجت الأفكار من راسي وحطيتها على الورق. الله ينور. انا احطها على الورق واشوفها قدامي وابدأ اعمل وقت، سنة، سنتين، شهرين، ثلاثة، بس التزم فيها. انت ما تحطها وتكتبها وتحطها في الدرج وتسيبها، لا، التزم فيها واقعد راجعها. قوائم للاشياء انه بعمل اليوم الفلاني دي الحاجه، حلو، حتحققها كويس. خلينا نمسك موضوع مثلا، أيه؟ ما هو في التجاره، احنا بنتكلم، أيه؟ في البدايه موضوع انه الواحد يصير نحيف وما يصير مثلا، في عندنا اولاد وفي بنات احيانا يكونوا تخان شوي، أيه؟ فيبغوا ينحفوا، فتكتب انا ابغى في شهرين او ثلاثة شهور انقص 5 كيلو. هذا هدف كبير. خلينا انا اللي بحاول اشرح لك هو القوائم هي تابع عليها، او زي ما بيقولوا بالانجليزي الجوبس، او الاشياء اللي بتسويها، اشياء تفصيليه جوبس. ايش فكرته؟ انك انت بتحط مهمه، يعني نشرحها بالعربي. طيب عندي الهدف ابغى انحف، حلو، ايش المهمه؟ انه انا يوميا لازم امشي نص ساعه، حلو، واحد، انا لازم امشي نص ساعه يوميا، ينتهي الهدف كل يوم ويرجع تسوي ثاني، يتجدد، مو الهدف، اسف، المهمه تنتهي كل المهمة. يوم تنتهي، أيوة. وتتجدد. طيب. متجدد. ثاني شيء، ما اكل دسم، ما اكل كده، المهمه كده وطريقتها كده، بتحطها، هي بتتكرر المهمات لين ما تصبو وجيب لين ما تصيب الهدف حقك اللي هو انه انا نحفت وجبت الوزن ده. بس الشيء الجميل ايش؟ انت كون ان تحط القائمه بالمهمات اللي انت حتسويها لازم تلتزم فيها، لا تحط قائمه وتسيبها وتجلس على انه يا سلام انا حققتها وحطيتها القائمه. لا، كمان يعني لا تقعد تخوف الناس تقول لازم تلتزم بيها، فهو لما يقول اوه لا لازم، طب انا خلاص بطلت من الموضوع كله. نقول له حاول، انا شويه نقول له، ولا مش حلو، هذه المشكله، مش حلو حاول. كلمه محاوله حنرجع لنفس الشخصيه اللي تكلمنا عليها، الوسطي، انه هو مريح خلاص يلا طيب الاسبوع الجاي. او زي دول اللي يقول لك رجيم قبلها بيوم، يقول لك انا حاكل وجبه جباره، ليش؟ انه بكره حبدا رجيم. يجي ثاني يوم يقول لك يا عمي بس خلاص بلا رجيم بلا ليله. انا انت اخذت مثال جدا جميل، انه انا والله المهمه حقتي ابنحف، تمام، المعذره، الهدف حقي ابنحف، المهمه انه اول شيء امشي اكل وجبات معينه، امشي على نظام معين، واحط مثلا هدف عندي في وقت معين. في فرق بين المهمه والهدف. أيوه. الهدف شيء كبير والمهمات تحقيق الهدف. احنا تكلمنا عليها ترى في السنه اللي فاتت في دلوني على السوق، انه كيف بتحط الهدف وكيف بتحط المهمات اللي تحته لما تحقق الهدف، وكيف لازم يكون هدفك واضح وصريح ولي معنى يعني بالنسبه لك. طب خلينا عشان تحس قيمة. طب خلينا مثلا نرجع في التجاره مثلا، انت الان في شركه عندك منتج تبغى توصله. ايوه. خلينا اخذ بسكوت مثلا، ما نقول اسم البسكوت، لكن طيب. في بسكوت انت نزلته قريب جدا جدا جدا، طيب. في السوبر ماركت، طيب. وعمل تاثير مره قوي، طيب.
وأنا اشتريت منه بسكوت هذا. بالعافية. شكرا. الآن أنت عندك البسكوت تبغى توصله كمسؤول عن انتشار منتج بتوصل السوق. الهدف تكتبها؟ طبعا الهدف الأساسي أنا بالنسبة لي إنه طرح المنتج ده في السعودية بحيث إنه يكون لي نسبة معينة من السوق. المهمات طرحه في مثلا في نقاط بيع معينة، عرضه في طريقة معينة، عمل عرض سعر عليه، حملة ترويجية بطريقة معينة. هذه أنا بديك مهام دحين، مهام أنا بديك كذا مهمة دحين. أيوه ممكن تقول أعمل له دعاية خفيفة كده في مثلاً. أعمل له دعاية خفيفة، أعمل له عرض على 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 الرف بطريقة معينة. حتى أنا لما دخلت السوبر ماركت اللي اشتريت منه كنت عارضينه بشكل مغري ومرة مرة لافت للنظر. أي. يعني بصراحة هذه حلوة. يعني أنا اشتريته لأن أول ما شفت قلت أوه هذا البسكوت اللي قال لي عليه محمد، رحت اشتريته. لكن برضو كونكم دي مهمة صح؟ طبعا هذه واحدة من المهمات. الهدف الأساسي إنه اللحظة إنه الشيخ حسن بيشتري البسكوت اللي لقيه قدامه، هذا هدف يعني. أيوة هذا هدفي، ما يكون مخفي، هذا هدفي. ولما نحقق الهدف ده طبعا، وطبعا يكون لي نسبة، طبعا الهدف ده مبني على إنه تواجده في 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 نقاط البيع، غير نقاط البيع انه ياخذ حصه من السوق والكلام ده كله. كيف اوصل هذه يا شيخ حسن بالمهمه اللي قلت لك عليها، عرضه بطريقه معينه، عرضه بعروض ترويجيه. طب ممكن بعض المهام لو ما قدرت توصل لها، انتبه دحين الهدف كبير، انت حطيت تحته 20 مهمه، ما قدرت تحقق ال 20 مهمه دي، ايش تبغى تسوي بحياتك؟ اقول لك ايش اللي هسوي بحياتي. ايوه هل انت كاتب في الاوراق؟ لا نحن ايش قلنا المهمه رقم 3؟ جرب مره اخرى. انا اي مهمه بحطها بحط عليها كذا خطه، اذا ما مشي الف امشي باء، اذا ما مشي باء امشي جيم. تكتبها لازم، لانه انت ولا تنسى انت يعني شركتك لو ما سويت كده بدك تخسر فلوس. طبعا فلوس ما هو لعب. اديك حاجه، المنتج ده موجود في السوق، مو منتج، الفكره موجوده عندنا من قبل 7-8 شهور قبل ما تشوف النور. انا قبل ما اطبق هذا الشيء، فكره البسكوت قبل ما نطبق هذا الشيء طبعا سوينا دراسه على السوق، هل السوق يقدر يستوعب هذا المنتج؟ كيف اراء ربات المنزل او كيف اراء العميل او الزبون اللي بيشتري هذا المنتج؟ بعد الدراسات دي اكتشفنا انه المنتج ده ناجح ويمدي ينزل على السوق. الخطه الثانيه بدانا نحط خطه تسويقيه كامله انه كيف انزل المنتج ده في السوق، عن طريق انه والله حطينا استراتيجيه هدف معين انه انا ابغى اوصل كده قيمه حصتي انا في السوق، وانا ابغى يكون موجود على جميع نقاط البيع. هذه الهدف، هدف متكون من شطرين، الشطر الاول انه يكون لي حصه سوق معينه، والشطر الثاني انه يكون متواجد وموجود في جميع نقاط البيع. طب ايش المهام اللي انا حكيتك عليها؟ كل مهمه كانت في خطه بديله، اذا ما جاء الف باء، اذا ما جاء باء جيم. لازم جاهز، اي خطه تسويقيه نحن عندنا لما ننزل في السوق لازم تكون عندك بدائل، لانه نرجع ناس النقطه الثانيه، انا قيدي عارف منافسيني كيف بيفكر. اوه شفت كيف الابداع، في بسكوت ثاني، في بسكوت ثاني. فانت لازم تكون مجهز نفسك بالبدائل تمام، حتى لو انت كنت ماسك سوق. نرجع ثاني يا شيخ حسن على نقطه اللي بقول لك منافسين، نوكيا ما كانت بتفكر، ونوكيا دحين فين كانت؟ كانت ظاهره، دحين صارت حاجة قديمة. لازم يكون في خطط بديلة. كودك كانت شايفة نفسها أحسن شركة في العالم، ما في أي نفس، وما طورت نفسها. الحين كودك ولا شيء، سراب. اللي أنا بقول لك هو إذا أنت ما تطور نفسك، إذا أنت ما حطيت خطط بالنسبة لك، إذا ما حطيت قوائم على الأشياء اللي أنت بتسويها بأوقات معينة. القوائم دي من ولدك يمديها، ولدك الصغير تديله تقول له يا ولدي حط هدف حياتك، إيش تبغى يا بابا تسوي؟ حبيبي والله حيجيك يقول لك بابا أنا بتخرج من سنة سادسة، بروح لسنة سابعة. طيب إيش الأشياء المهمات اللي لازم أسويها؟ لازم أسوي 1-2-3-4 وحط له أوقات. وقتي، زمني، هدفي، هذا هو اللي نحن تكلمنا عليه السنة اللي فاتت إذا كنت فاكر. هدف لوقت معدل، بس عشان الوقت. إحنا انتهت الحلقة رقم 15 يا حبايبي، الوقت بيمضي بسرعة، لكن إن شاء الله المعلومات تستفيدوا منها. كنا معاكم في برنامج دلوني على السوق حلقة 15، انتظرونا في اللقاء القادم في نفس الوقت بالحلقة رقم 16 من دلوني على السوق. شكرا يا إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.